تحية لكم مشاهدينا ولا متابعه برنامج الو مين عبر ال بي سي الفضائيه اللبنانيه. وصلنا نحن وياكم للفقره الاخيره من برنامجنا فقره الضيف. ضيفنا لليوم هو فنان موهوب بمجال الغناء والتمثيل. اول ظهور له كان بستار اكاديمي 3 عام 2005 2006. أصدر أعمال كثيرة، أغنيات سينجل، وكان عنده أعمال تمثيلية عديدة منها مع زملائه بستار أكاديمي والآخر مع النجم جورج خباز. أكيد عرفتوا عن مين عم بحكي عن ضيف مدلل. هو عادة مدلل بعائلته، ضمن عائلته مدلل مع الأساتذة كان بالمدرسة أو الجامعة، مدلل بين أصدقائه وزملائه، وأكيد أكثر هو مدلل بالال بي سي. أهلا وسهلا فيك فادي. ثانك يو على المقدمة الرائعة. فادي أندراوس أهلا وسهلا فيك. ثانك يو. ونحن كمان بنعزك كثير، وأنت كمان مش بس بالحق إنه ظهورك ساحر وجذاب دائما، مش بس بستار أكاديمي وين ما حلل. ميرسي. ثانك يو. ميرسي لك. اهلا وسهلا فيك مجددا فادي. شو بتحب توجه كلمه للمناسبه؟ اول شيء اكيد بعيد كل الطوائف خاصه الاسلاميه بعيد رمضان المبارك، وان شاء الله ينعاد عليكم يا رب. وبمثل لك نانسي، وبمثل لك كمان عفاف وبس. فادي، بما انه هلا نحن بشهر رمضان المبارك، انا ملاحظه انه انت كثير تهتم بشكلك وبجسمك. هل بتعرف عزايم وافطارات والعامي هلا كثير بتتبع شيء رجيم معين، ولا فيك تاكل شو ما بدك؟ لا، باكل شو ما بدي بس بكميات قليله، انلس اذا بدي اعمل شيء مثلا كثير، بدي لتسي بدي نشف سير زيرو فات يعني. بس هلا اكيد بمواسم الاعياد صعب واحد يقدر يعمل دايت، لانه بتعرفي بتكون السفره عمرانه يعني، وانا كثير عندي شهيه للاكل قويه جدا، فاي صعب بالاعياد اقدر اعمل شيء دايت، بس على طول كميات خفيفه يعني. فادي معلي، نحن رح ننتقل شوي. بنعرف انه انت اكيد برزت بشكل بارز بمجال الغناء والتمثيل، ولكن نحن عندنا معلومه بتقول انه انت كمان كثير بارز بالقاء الشعر. بنعرف انك انت كثير بتحب الشعر. شعر؟ لا مش يعني كثير صراحه. ما كثير؟ لا، هيدي اشاعه. اشاعه فيك تقول. لا، ليكي بستمتع بالشعر. شوف مخيله الشاعر كيف، وين بتروح او وين بتاخذني هو عم بقول الشعر. نعم. بس انه لأ انا اكتب شعر، لا ما بحس حالي كثير هيك يعني. انتو هذا الشيء معلش شي فادي، بدنا نحكي عن عملك الاخير اللي هو طلعي مني. حابين شوي نعرف فكرتك بالفيديو كليب اللي هي كثير اوريجينال، ولكن انتهيت بمأساة اذا فينا نقول. هل مزبوط. فادي هو بفضل دائما، شو بفضل بالحياه، حبيبته بالدرجه الاولى، ولا موهبه او هوايه تستهويه؟ لا، هي مش ضروري تكون انه بدك تختاري هاي عرفتي. نعم. فيك فيها نكون اثنين مع بعض بالمرحله الاولى او بالدرجه الاولى، ما في شيء بيقف بالدرجه الاولى. الدرجه الاولى يمكن، لا يمكن الشغف اللي لاعمل شيء انا بحبه، هذا بتخيل اكثر شيء بحس انه بحب كثير اعمله يعني. ما في شيء بوقفني اني اعمله. بس الكليب ما انتهى بطريقه ماساويه، بالعكس كانت ماساويه الى حد ما، بس كان فيها اذا بدك البرايت لايت اللي هو ايه، انه المسج مثل توصيل رساله يعني. كان فيها رساله. فادي كيف هو سفن مني؟ وين هو؟ كبران، صار لي شي جمعتين مش شايفه صراحة. ما شفته. لنخبر المشاهدين انه انت عندك كلب من اي نوع؟ مزبوط، جيرمان شيبرد. اسمه سفن. اسمه سفن. مين اللي اختار له هالاسم؟ انا صراحة. بالرقم 7 بتعتبره علامة؟ ايه، هي قصة طويلة. انا والرقم 7 على طول بضل ملاحقني، وانا بضلني ملاحقه، خبرية طويلة، بس ايه بحب كثير هذا الرقم، فمشان هيك سميت الكلب سفن. طيب انا عم شوف انه جايب لنا كادو معك. مزبوط. كمان اللي صفة بأمبلاج ظابط على الديكور كثير حبيت. هيدي الكادو لنا ولا للمشاهدين؟ هيدي الكادو للمشاهدين، كادو تبعيتكم برا هونيك. اوكي. طيب، لكن رح نفسر للمشاهدين انه انت معك هدية حاملها في شغلة بقلبها. مزبوط. وبدك تعطيهم معلومة صغيرة وحدة، وعليهم هن انه يقولوا شو في موجود بقلب الكادو. انا صراحة معلومة وحدة بس؟ ايه. يعني اذا بدك تزعبر بصفتين ثلاثه ما خفنا. اوكي. فيك تقولي مبرومه. مبرومه مش فيك تقولي مبرومه. و بس بكفي. لا بكفي يعني بكفي. اوكي. تاخذ انت الاتصال، شو رايك؟ يلا. الو مساء الخير. الو مساء الخير. تفضل فادي معك. كيفك؟ ينعاد عليك فادي. وعليك حبيبي. ما قلت لي اسمك ومن وين عم تحكينا؟ بليز بحكي بسام من حارة حريك. بسام من حارة حريك. بسام،
بسام شو بتقول في داخل العلبة يا بسام؟ يعني عم صعبوه كثير علينا. ليش؟ شيء مبروم. أو شغلة ثانية مثلا. طيب شو قولك فادي بنعطيهم معلومة ثانية؟ ايه بنعطيهم معلومة ثانية بسام. بسام لونه أبيض. مبرومي ولونه أبيض. وهي تخيل هيدي كثير هي أنت لك إياها. موجودة بالعلبة؟ ايه. ممكن شيء شكل طابي أو شيء يعني؟ شو قولك بدك تعطيني جواب؟ انا كثير هينت لك اياها هلا. لونه ابيض؟ ها؟ لونه ابيض؟ لونه ابيض ومبرومه. انه شيء بينبون هيدي هيدي اوكي بيروح معنا $50 بيروح معنا طابة البينبون بركي من فرجة. نشكر نشكر اتصالك باسم. مبروك عليك ال $500 بسام. على القد قد ايه اعطيتك اياها؟ على القد عن جد ألف مبروك. فادي قبل ما نختم لقائنا معك بس بدنا نعرف شو عندك هيك شيء جديد عم تحضره. عم بحضر هلا رح تنزل لي أغنية دانس. أوكي. دانس ميوزك رح تكون إن شاء الله يعني بتكون البري ألبوم وفي أغنية تانية كمان عم نشغل عليها خليها لوقتها. نحكي عنها بالوقت المناسب. أكيد. أهلا وسهلا فيك فادي اندراوس. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم عليك وعلى عائلتك ولا كل أهلي فلسطين كمان بنوجه لهم تحية. أهلا وسهلا فيك. ننسي صار وقت إنه نختم برنامجنا. خلصت أكيد تحيتنا لكل يلي تابعونا. ألف مبروك لكل يلي ربحوا معنا لكل يلي ما ربحوا. ما عليكم إلا تتصلوا بحلقة بكرة. أنا بقول لكم رمضان كريم. باي باي. كمان بدأ. Come on, boy.